ما هي أسماء القرآن؟ وردت كثيرة أسماء القرآن، وردت في القرآن، أعطي لكم بعضا منها. الكتاب، طبعا دون أن أشرح أو أفصل أو أعلق ربحا للزمن، الكتاب كما في سورة البقرة الآية الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. القرآن اسم الكتاب، إساس اسم يظن كلام الله، كما ورد في سورة التوبة الآية السادسة. الفرقان في سورة الفرقان الآية الأولى. النور كما في سورة النساء الآية 147. الذكر، الذكر كما في سورة الأنبياء الآية 50. البرهان ذي اسم اسمه القرآن كما في سورة النساء أيضا الآية 174. الحجة، من أراد حجة في القرآن يكفيه، كما في سورة الأنعام الآية 149. الشفاء، ورد مثلا في سورة يونس الآية 57. ورد في سورة الإسراء الآية 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. البيان كما في سورة آل عمران الآية 138 إلى آخره. الوحي كما في سورة النجم الآية 4 إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الأسماء.